الرئيس السيسي يشيد بالدور الذي تقوم به طائفة البهرة في ترميم مساجد وأطرحة آل البيت بمصر والمساجد الأثرية بالقاهرة. بمدينة العاشر من رمضان، ويؤكد أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية. ومصر والأردن والإمارات ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة. الرابعة في القاهرة، مواد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل للأخبار. الأخبار بالتفصيل. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بطائفة البهرة في الهند. جاء ذلك خلال لقاء السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، حيث أشاد الرئيس السيسي بالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر، ومؤكدا حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق التاريخية بالقاهرة التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري. من جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للسيد الرئيس وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعدة وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر، فضلا عن حرص الدولة والسيد الرئيس بشكل دائم على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح بما يعزز التعايش والسلم الاجتماعي. كما نوه سلطان البهرة إلى الدور المصري المقدر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدا بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية وتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين العديد من الصناعات بمختلف القطاعات ورفع نسبة المكون المحلي بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس الوزراء اليوم في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان. ملف الصناعة على رأس أولويات الحكومة، جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إحدى أهم القلاع الصناعية العاشر من رمضان تأتي في إطار الاهتمام بهذا القطاع الحيوي. البداية كانت في شركة ساني بيور المصرية للأدوات الصحية، والتي تأسست عام 2021 ضمن سياسة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص المحلي. وتجول مدبولي داخل مصنع الشركة وخطوط الإنتاج واستمع إلى شرح حول قدراتها الإنتاجية وخطط التوسع المستقبلية. وتبلغ استثمارات الشركة 2 مليار ونصف المليار جنيه ومبيعات متوقعة بقيمة 5 مليارات جنيه مع التوسعات الجديدة. المصنع زي ما حضراتكم شفتوا بينتج لكل الاسماء العالميه اللي احنا طول عمرنا بنسمع عنها انها دي اعلى منتجات في العالم، وبقى بيصدر لهذه الدول اللي هي الهدف بتاعه كله التصدير لاوروبا وهيبدا التصدير لامريكا. وشفنا مدى يعني جوده العمل واعلى مستوى، والاهم التصميمات العالميه
اللي بقت النهاردة تفوق ما يعني اللي احنا بنشوفه حتى في الدول المتقدمة. تمكنت الحكومة من استقطاب عدد من العلامات التجارية العالمية ضمن خططها لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات، من بين هذه العلامات التجارية فيفو الصينية لصناعة أجهزة الهواتف الذكية، والتي تفقد مدبولي مصنعها بالعاشر من رمضان وخطوط الإنتاج، وتعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع وحجم الإنتاج. مصر بتستورد وكانت بتستورد لغاية سنتين ثلاثة فاتوا موبايلات بأكتر من مليار ونص دولار سنويا، وكلها بتبقى استيراد. النهاردة احنا بنستهدف ان يبقى عندنا من اكبر خمس شركات عالمية بتنتج موبايلات هيبقى عندنا اربعة منهم بينتجوا في مصر، ده واحد منهم. فاحنا هيبقى عندنا ان شاء الله سامسونج واوبو وتشاومينج وفيفو، وفاضل طبعا البراند الاخر اللي هو ابل، واحنا بنحاول ان شاء الله ان احنا نقنعهم ان هم يبقوا موجودين في مصر. كل ده هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نبص على الفاتورة اللي كنا بندفعها عشان السوق المصري وان احنا ازاي نغطيها، ولكن الاهم بنخلق فرص عمل. حضراتكم شايفين هنا ما شاء الله كل العمالة اللي موجودة، شباب مصري يفرح، هو اللي شغال على الخطوط الانتاج زيهم زي كل المصانع اللي موجودة المثيلة لده في العالم. فالنهاردة بيبقى عندي فرص عمل كبيرة جدا، عندي منتج محلي بيغطي السوق المحلي بدل ما كنت بستورده، وعندي فرص تصدير ان شاء الله للفترة الجاية. علامة تجارية عالمية اخرى جذبتها الدولة للتصنيع في مصر بوش الالمانية لصناعة الاجهزة المنزلية والكهربائية، حيث تفقد رئيس الوزراء المصنع والذي تبلغ استثماراته 50 مليون يورو ويوفر 1000 فرصة عمل، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع نحو 350 الف بوتاجاز سنويا، على ان يبدأ الانتاج في نوفمبر المقبل. مصنع بوش ده مصنع عالمي كبير جدا، شركة عالمية اوروبية معروفة كبراند عالمي، وده يمكن الحقيقة كانت الفرصة لإقناع هذه الشركة أنها تتواجد في مصر. كان في أثناء زيارة للخارج وقابلنا رئيس الشركة وكلمنا معاهم على إن هم لازم يبقى لهم هب هنا في مصر، ادنا لهم الرخصة الذهبية، خصصنا لهم الأرض. إن شاء الله المصنع طبقا لمدير الشركة هيبدأ الإنتاج في شهر نوفمبر القادم، هيبدأوا صحيح بالبوتاجازات ولكن التوسع هيبقى للتلاجات والغسالات بعد كده، وعندهم الخطط إن هم يغطوا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 145 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية بحلول 2030 مقارنة ب 53 مليار دولار في الوقت الراهن، رقم تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه عبر سلسلة من الإجراءات، منها تشجيع القطاع الخاص وتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. من المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، هشام حامد، النيل للأخبار. واختتم رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جولته بمدينة العاشر من رمضان بتفقد عدد من المشروعات ووحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالمدينة. يرافقه دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأوضح وزير الإسكان أن المشروع يتضمن تنفيذ 68 عمارة سكنية تشمل 1632 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مواقع، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات خلال الأشهر المقبلة. وأوضح الجزار أن المشروع يشمل تنفيذ مجموعة من الإنشاءات الخدمية بالإضافة إلى مشروع آخر تحت التنفيذ بمدينة العاشر من رمضان يتمثل في الإسكان الأخضر بالمرحلة الخامسة في منطقة الخدمات الإقليمية الذي يشمل عددا من العمارات السكنية. كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك استمرارا لجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمزايفة للأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة.
استمرارا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة. كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، واستمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع. يأتي ذلك ارتباطا بالجهود والمساعي المصرية على كافة الأصعدة لاطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة، والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه وزير التموين دكتور علي المصلحي رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لجنة المساعدات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير مطالب قطاع غزة من خلال قوافل المساعدات التي تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. تصريحات مصلحي تأتي بالتزامن مع وصول مطار العريش أول طائرة من المرحلة الأولى من القافلة السابعة للمساعدات الإغاثية لقطاع غزة التي تقدمها اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والتي تتضمن 4 طائرات محملة ب5000 خيمة 89,000 فرد. من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لواء أحمد فتحي، أكد أن اللجنة تقوم بتوفير مطالب القطاع التي يتم توزيعها من قبل هيئة الإغاثة بقطاع غزة على مرحلتين، وأوضح أن ما قدمته لجنة المساعدات منذ بدء تسيير تلك القوافل يبلغ حوالي 615 طنا ضم 23 ألف بطانية و16 ألف مرتبة وغيرها من مساعدات الإعاشة، مشيرا إلى أن القوافل الستة السابقة شملت 300 طن مساعدات محملة على 106 شاحنات ومواد طبية وخيام ومواد إعاشة ونظافة عامة وشخصية ل30,000 أسرة. أيها السادة، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل النيل للأخبار كريم بيبرس مباشرة من العريش. تفضل كريم. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. الصورة لم تختلف منذ اللحظة الأولى التي احتل فيها قوات الاحتلال معبر رفح الفلسطيني، أوقفت دخول المساعدات، أوقفت دخول جميع أنواع الشاحنات سواء كانت الوقود، سواء كانت الغذائية، الأدوية وغيرها من المساعدات الإغاثية المختلفة التي تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة. ربما هذه الصورة لم تختلف عن الأيام السابقة، فكانت من قبل تتحجج دائما بعرقلة دخول هذه الشاحنات، إما بالتدقيق والتفتيش طويل الأمد الذي يعطل دخول الشاحنات ويقلل دخول عدد الشاحنات برغم اصطفاف مئات الشاحنات أمام بوابة معبر رفح المصرية والمنطقة اللوجستية التي يعني حددتها من قبل الحكومة المصرية والقوات المسلحة يعني لوجود هذه الشاحنات، وتكدست هذه الشاحنات بشكل كبير. لكن المستمر، وهي ايضا صورة لم تختلف منذ البداية، هو القصف الشنيع المستمر على قطاع غزة، ولكن الجديد بالطبع هو التوسع منذ صباح
اليوم في الهجمات البرية على معبر رفح. القصف سواء كان المدفعي أو الخاص ب يعني الطائرات الحربية لم يتوقف، لكن تم اليوم تحديد من قبل قوات الاحتلال توسيع أماكن يعني الهجوم على منطقة رفح، تحديدا مخيم رفح ومخيم الشابورة داخل مدينة رفح، وتم توجيه المواطنين الفلسطينيين ليتحركوا إلى منطقة المواصي، وحسب ما يطلق عليها قوات الاحتلال هي منطقة آمنة داخل المواصي، لكن أيضا وسعت عملياتها في منطقة يعني خان يونس. أما بالنسبة للمستشفيات فخرج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة داخل رفح بسبب يعني انقطاع الوقود عن الدخول، بعدما يعني صرحت قوات الاحتلال من قبل بدخول عدد من شاحنات الوقود، وهو كان تصريح غير صحيح على الإطلاق، فلم تصل هذه الشاحنات إلى المستشفيات وخرجت بالفعل عن الخدمة. قامت الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني بإنشاء بعض الخيام الميدانية بجانب مستشفى الكويت التخصصي لاستقبال عدد أكبر من المصابين الذين يأتون بسبب هذا القصف على الأشقاء الفلسطينيين. نتحدث أيضا عن استمرار المساعدات كما ذكرت عن طريق اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التي تأتي بالفعل إلى مدينة العريش ومعبر رفح عن طريق مطار العريش الدولي أو عن طريق الشاحنات التي تتحرك، ما زالت مستمرة، وهو يؤكد المجهودات المصرية التي لا تتوقف منذ اللحظة الأولى، بالإضافة بالطبع للمفاوضات التي شملت جميع الأطراف داخل الأراضي المصرية في محاولة للوصول عفوا لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. شكرا مراسل النيل للأخبار كريم بيبرس، كنت معنا من العريش مباشرة. أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة. كما أكد الوزيران خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية سامح شكري ضرورة مواصلة تكثيف التحركات الدولية لحث الأطراف على التوصل إلى اتفاق الهدنة وصولا لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام ودون عوائق. كما جدد شكري التحذير من عواقب استمرار الوضع الراهن في رفح الفلسطينية أو الاتجاه إلى مزيد من التصعيد. دعا وزير الخارجية سامح شكري إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال والكف عن سياساتها الممنهجة لخلق واقع غير مأهول بالحياة في قطاع غزة. كما أكد شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وجدد شكري التأكيد على المخاطر الإنسانية الكارثية على مستقبل أكثر من 1.4 مليون فلسطيني والعواقب السلبية الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح. وحذر شكري من عواقب التصعيد الخطيرة لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ووقف المنفذ الرئيسي والآمن بالقطاع لخروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية العاجلة. دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة. وذكر المجلس في بيان أن الأعضاء أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة، حيث تم دفن عدة مئات من الجثث بما في ذلك نساء وأطفال وكبار سن. وشدد البيان على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي. دعت فرنسا إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في رفح دون تأخير، مشيرة إلى أنها تهدد بالتسبب في وضع كارثي لسكان قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها تدعو السلطات الإسرائيلية أيضا إلى العودة إلى مسار المفاوضات، مشددة على أنه المسار الوحيد الذي يؤدي إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في اليوم 18 بعد 200 من الحرب الإسرائيلية على حماس، وذلك جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين 24 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح،
عقب قصف الاحتلال مناطق عدة وسط القطاع. وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والذي يتعرض لليوم الثالث على التوالي لقصف صاروخي ومدفعي كثيف، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء. كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة، لا سيما حي الصبرة وجباليا وبيت لاهيا. كما قصفت طائرات الاحتلال مناطق متفرقة في مدينة رفح الفلسطينية. وبذلك يرتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34,971 شهيدا. أطلقت الدولة المصرية حملة تحت شعار سارة بتصحيح أوضاعك بمصر، موجهة للأجانب المقيمين. وأهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كرت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم. كما تهيب الدولة المصرية بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء. كما سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة للذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء عقب انتهاء المهلة الحالية. كما سيتم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي في 30 سبتمبر من هذا العام، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للربو الشعبي ومكافحة التدخين، نظمت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن مؤتمرا علميا تحت شعار حماية الأطفال من تدخلات صناعة التبغ. تم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة المصرية في مكافحة التدخين وتوفير أحدث البروتوكولات العلاجية للربو الشعبي. تزامنا مع اليوم العالمي للربو الشعبي ومكافحة التدخين، جاء المؤتمر العلمي لإلقاء الضوء على كل ما هو جديد في مجال تشخيص وعلاج الربو الشعبي وجهود الدولة المصرية في مكافحة التدخين والأمراض الصدرية المتعلقة به وكيفية مكافحته. مرض الربو الشعبي من الأمراض المزمنة اللي ممكن تتسبب في مرضات كثيرة جدا. يمكن منظمة الصحة العالمية بتقول ان في حوالي 260 مليون مصاب بالربو الشعبي على مستوى العالم، في حوالي 460 وفاة بتحصل من مسببات الربو الشعبي. فبالتالي مرض الربو الشعبي ممكن التعايش معاه لو قدرنا نتحكم في المرض عن طريق وضع خطة العلاج السليمة، عن طريق ان المريض يعي جيدا ويتثقف جيدا ازاي انه ياخد خطة العلاج المظبوطة وازاي يتجنب مؤثرات اللي ممكن تؤدي الى ضيق الشعب الهوائية. الحاجة الثانية، الإقلاع عن التدخين هو الطريق الوحيد للوقاية من أمراض كثيرة جدا، وأهمها الأمراض الصدرية زي الربو الشعبي والسد الرئوية وسرطان الرئة وكثير من الأمراض المعدية. بننزل الأدوية طبقا للجايد لاينز الحديثة، وبيتم تقديم وتحديث الجداول اللجان الطبية واللجان العلمية والبروتوكول الطبي بما يتواءم مع أحدث المتغيرات العالمية. كما تم خلال فعاليات المؤتمر عرض العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مكافحة التدخين وعلاج الربو الشعبي والخروج بتوصيات فاعلة تكون بمثابة خارطة الطريق في التشخيص والعلاج والوقاية. عندنا احنا لسه الحقيقة نسب المدخنين بتزيد مش بتقل، ورغم الوعي من أخطار التدخين والإعلان الدائم والحملات المستمرة عن الإقلاع عن التدخين، لكن لسه نسب المدخنين عندنا بدأت تزيد. بدأ ظهور التدخين عند المرأة عندنا في مصر الحقيقة، بدأت ظاهرة تنتشر بصور تدخين مختلفة زي الفيب والشيشة وغيرهم. حتى الأطفال بدأنا نشوف أطفال بيدخنوا من سن يعني في ابتدائي، في المدارس الابتدائي بقى في منتشر التدخين. فطبعا دي مشكلة عالمية مش عندنا احنا. لازم مريض الربو الشعبي ده يلتزم بتوجيهات الطبيب المعالج بشكل دائم، وما تبقاش مجرد وقت معين المريض يمر فيه بأزمة وبعد كده يرجع تاني. فبالتالي في توصيات يجب اتباعها علشان المريض ما يدخلش في أي مضاعفات، سواء ما قبل الحالة المرضية أو أثناء المرض بتاعه. بالنسبة
التدخين أنا أتمنى أن يكون في توجيه من الدولة كلها ومن كل المعنيين بلفت انتباه الشباب الصغير اللي هو للأسف دلوقتي بقى منتشر بينه التدخين جدا للمضاعفات والمشاكل اللي بتحصل أثناء التدخين. جهود مضنية تبذلها الدولة المصرية حكومية وأهلية لمواجهة ظاهرة التدخين والربو الشعبي، إلا أن الوقاية والإقلاع تعد الحل الأمثل للمواجهة. محمد حلمي، هني للأخبار. مشاهدينا، نشرتنا انتهت، لم يتبقى لنا سوى التذكرة بأهم العناوين التي وردت بها. الرئيس السيسي يشيد بالدور الذي تقوم به طائفة البهرة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت بمصر والمساجد الأثرية بالقاهرة. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الصناعية والسكنية بمدينة العاشر من رمضان، ويؤكد أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية. ومصر والأردن والإمارات ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة. نشرتنا انتهت، دمتم في أمان الله. دائما تابعونا على mail.eg. إلى اللقاء.